السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلامنا النهاردة إن شاء الله عن الصحابي الجليل الذي اهتز له عرش الرحمن عند وفاته وهو سعد بن معاذ. من هو سعد بن معاذ أساسا؟ سعد بن معاذ هو أحد سادة الأوس اللي كانوا عايشين قبيلة الأوس اللي كانوا عايشين في يثرب أو المدينة المنورة. أسلم على يد مصعب بن عمير، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير إلى يثرب حتى يدعو الناس للإسلام، وكان الكلام ده قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقابل مصعب بن عمير مع سعد بن معاذ، واقتنع الأخير برأي مصعب بن عمير، واقتنع بكلام الرسول كلامه وكلام الله وكلام الرسول الكريم، وقرر أنه يسلم. وفي الواقع بتاعت إسلامه دي بيقول ابن إسحاق: فلما أسلم سعد قام في قومه فقال: يا قوم ما رأيكم فيه؟ فقالوا: سيدنا وأفضلنا نقيبا. فقال: إنما كلامكم علي حرام، رجالكم ونساؤكم حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قيل: فما غابت شمس هذا اليوم حتى أسلم كل قومه. يعني إيه؟ يعني هو بعد ما أسلم لله سبحانه وتعالى وقف في قومه ودعا فيهم: إيه رأيكم في أنا سعد بن معاذ؟ فقالوا: أنت أفضلنا وسيدنا، أنت أحسن واحد فينا. فقال لهم: خلاص أنا مش هكلمكم، في خصام ما بيني وما بينكم حتى تؤمنوا كلكم بالله ورسوله. فقيل ان كل الناس اللي من قائم من قومه او من العشيره بتاعته ما عداش عليهم اليوم الا وكلهم قد اسلموا لله سبحانه وتعالى. سعد بن معاذ شارك في غزوه بدر، شارك في غزوه احد، وشارك في غزوه الخندق. ومشاركته في معركه الخندق وفي غزوه الخندق كانت هي دي سبب استشهاده. في أثناء الغزوة في غزوة خندق أصيب سعد بن معاذ في منطقة الأكحل. منطقة الأكحل هي منطقة منتصف الزراعة واللي فيها كل الأوردة والأوعية الدموية بتاعة البني آدم أو بتاعة الإيد. فهو أصيب فيها أثناء الحرب ونزف نزيف شديد. واللي أصابه في المعركة اللي أصابه في الغزوة كان واحد يطلق عليه أو يسمى ابن العرقة. شخص اسمه ابن العرقة هو اللي أصابه في منطقة الأكحل. واستمر سيدنا سعد بن معاذ في النزيف بتاعه لحد ما توفاه الله متأثرا بالنزيف الشديد اللي تعرض له بسبب هذه الإصابة. وقال صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. يعني سبحان الله، العرش بتاع ربنا سبحانه الله سبحانه اهتز بسبب وفاة سعد بن معاذ، وده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه تفسير انه عرش الرحمن اهتز؟ هل عرش الرحمن بيهتز بنفسه ولا ايه اللي بيحصل؟ فتم تفسير الكلام ده على لسان الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر قال: المقصود هنا بالاهتزاز هو استبشار وسعادة العرش بقدوم روح القادم اليه. يعني ايه؟ يعني العرش بتاع الرحمن او المحيطين بعرش الرحمن أو الملائكة المكلفين بحمل عرش الرحمن استبشروا فرحا بقدوم روح سعد بن معاذ. الحافظ ابن حجر بيقول في التفسير بتاعه إنه ممكن يكون المقصود هنا باهتزاز عرش الرحمن هو فرح المحاطين بعرش الرحمن والحاملين للعرش. وتم تأييد الرأي ده أو الفكر ده في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه، الحديث اللي بيقال فيه أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين قبضت روح سعد وقال له: من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واستبشر بقدومه أهلها؟ يعني مين ده المتوفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي السماء فتحت له وكل أهل السماء مبسوطين وفرحانين أنه هو بيجي منيهم أو بيجي معهم؟ ده يا جماعة سيدنا سعد بن معاذ. يا ريت لو كان الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تشير الفيديو لكل اصحابك واشترك في القناه عشان يوصلك اول باول، ونشوف اشكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.